أهلا بكم. الأجواء الإيجابية التي رشحت عن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أعادت الأمور إلى نصابها وأعادت وضع سكة قطار تشكيل الحكومة على سكته الصحيحة، وإن كانت العقد الثلاثة المعروفة لا تزال على حالها، لكن الأبرز هو التأكيد على استمرار مفاعيل التسوية الرئاسية وحل الأزمات أمام تشكيل الحكومة على نار هادئة. فهل تتحرك عجلة أمام تشكيل الحكومة لمواكبة الاستحقاقات المقبلة خصوصا الاقتصاد منها لترجمة وعود مؤتمر سادر؟ عن الملف الحكومي وعن الملفات الاقتصادية أتحدث اليوم مع ضيفي أمين عام تجار ومنشئي الأبنية في لبنان ونائب رئيس الندوة الاقتصادية الأستاذ أحمد ممتاز. أهلا وسهلا فيك. يعني العقد الثلاثة الموجودة أمام تشكيل الحكومة عم نسمعها من أول التشكيل لهلا، والرئيس المكلف دائما متمسك بتفاؤله وأنه الأمور على نار هادئة وكله سيتم حله، يعني أكثر من شهر لنا بالتشكيل ولا أي تقدم حصل. هو لا شك مبارح كان في نقلة نوعية، حتى لو الحديث هلا بعدنا عم نحكي إنه إن جنرال موجودة بعد هالعقد، لكن في قسم منها صار مبتوتة تقريبا، وبالتالي نحن متأملين جدا إنه قريبا جدا من خلال أسبوع تطلع التشكيل الحكومي، لأنه البلد ما بقى يحمل، والبلد أول تعرف الوضع الاقتصادي اليوم، الوضع الاقتصادي مرتبط بمؤتمر سادر، إذا مؤتمر سادر نجح بينجح الوضع الاقتصادي، وكلهم عم بيحكوا ونعرف تماما انه مقبلين على وضع منه هين اذا ما تماسكنا مع بعضنا وطلعنا بالحكومه وبدانا فعلا بالعمل، خاصه بموضوع تنفيذ البرامج الموجوده ومحاوله الحد من الفساد الموجود بالبلد. بس احنا اليوم جايين على حكومه بعد انتخابات نيابيه، البعض اعتبر حاله منتصر، البعض اعتبر انه حقق مزيد من المكاسب، هيدا الموضوع شد الحبال، رح يكون في تنازلات من البعض او رح يضل على هيدا التشنج من الكل؟ لا شك انه بالاخير حيصير تنازلات بين الكل، ولكن نحن حتى بالاليه اللي عم تطلع فيها الحكومه نحن بنلاقي كمجتمع يعني بالاقتصاد بنشوف انه يجب الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لا يمكن اليوم كيف نحن عم نعمل حكومة بتمثل المجلس النيابي، وبالتالي ولكن بدنا نقول نحن هيدا وضعنا، نتمنى انه يتفقوا بين بعضهم، ونحن في امل كبير ومعلوماتنا انه رايحين بهالاتجاه بتشكيل حكومة سريعة، بتشكيل حكومة من 30 نائب. لحتى لا ما شفنا نوع من الضغوط، 30 نائب مش 30 وزير، 30 كلهم حيتوزروا تقريبا، مع انه في بعض الاحزاب اعلنت انه فصلنا نيابة عن الوزارة من ضمن الرئيس الحريري والقوات اللبنانية لحديت هلا. طيب اليوم ما شفنا هيدا الضغط الاقتصادي بعد لحد هلا باتجاه تشكيل الحكومة، يعني بتذكر يمكن كانت لما طول الازمات اكثر نروح صوب ضغط اقتصادي من الهيئات الاقتصادية للدفع نحو اسراع تشكيل الحكومة. اليوم برأيك يعني بعدنا بالوقت المسموح فيه بالتشكيل؟ صح. بعد بكير، بعد ما صرنا بالوضع اللي المستحيل أو اللي فعلا واصلين لحياة مسدود. بالعكس تماما، نحن وصلنا بمرحلة صعبة، ولكن خلال يومين الماضيين كان في أمور عم تتحلحل، ووصلت لبعض الأمور التنفيذية، وأنا بعتقد أنه خلاص يعني منا رايحين للحكومة ان شاء الله يكون هيدي الاجواء التفاؤليه. ما عندهم حل اليوم، الدوله كلها واقفه على موضوع الاقتصادي، وبتعرف انه كل الناس عم بتحذر، والوضع ان كان على مستوى المعيشه بخوف. صح. طيب اليوم في كثير عم نسمع حكي من ضمن رئيس الجمهوريه من هرم الدوله انه مقبلون على صيفيه واعده، عوده السياح الخليجيين، نمو، ارتفاع نسبه النمو، حتى الرئيس الحريري حكى بحال ترجمه مؤتمر صدر عنا بحدود 90,000 وظيفه سيتم تامينها. اليوم هذا التاخير بحال مرقت صيفيه بلا حكومه ممكن ياثر على 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 هذا الوقع الاقتصادي؟ لا شك انه اذا تاخرت الحكومه الى ما بعد شهر اب، لا شك انه حتى القطاع السياحي كله حيتاثر، لانه نحن في عنا شيء اسمه جو عام، والجو العام بيلعب دور مع الخليجيين ومع خاصه اللبنانيين اللي عايشين برا. عشان هيك بنتمنى بالعكس تماما اذا طلعت الحكومه حنشوف فعلا صيف واعد جدا، ونحن امنيا فعلا يعني احسن من كثير من البلدان المجاوره، وفينا نعطي نتيجه. عشان هيك لا بالعكس بتأثر كتير، وهن واعيين لهالموضوع، واعيين لأنه إذا سادر ما تبلش تنفذ من هلأ لأيلول كمان في نقطة تانية. ولكن نحن ليش متفائلين؟ لأنه البنك الدولي
بده ياخذ على عاتقه عمليه مراقبه التنفيذ واشراك القطاع الخاص مع العام سيكون له التاثير الايجابي بالموضوع. طيب بس البنك الدولي والمؤسسه الدوليه بدها تعمل نوع من الرقابه ومستقطة وجود اصلاحات، ونتمنى طبعا هذا الموضوع يعني اليوم قد ايه الحكومه رح تلتزم بهذا الاصلاحات تكون قد متفائلين؟ ما بتقدر ما تلتزم. حتى رئيس حريري قال ببيريز، قال لهم انتم تفشوني واضغطوا علي حتى بالاصلاحات وانا مستعد. وبالتالي ليه؟ لانه خايف انه ما يكون في التزام من الفرقاء اللبنانيين بهذا. بتعرف اللبناني لا ياخذ مطلب بحولها يا طائفي يا بحولها مناطقي يا من بل، يعني الامور دائما بتتعقد. يعني رئيس الحرير عم يرمي الطابه انه تفضل المجتمع الدولي ضغطوا علينا. طبعا يعني ان كان من اللي حواليه او من اللي بالوش، نحن بالاخير لازم نعرف الى اي مدى وصل القطاع الاقتصادي مرحلة من الخطورة اللي لازم ننظر إلى بقى. طيب اليوم بموضوع عودة الخليجيين، البعض عم يحكي عن عقد خارجية بتشكيل الحكومة، البعض بيتهم المملكة العربية السعودية وأيضا هي وراء بعض المطالب الخفية اللي عم تأثر على عملية تأخر تشكيل الحكومة. هل برأيك اليوم بعد الكلام الخليجي اللي سمعناه والسعودي تحديدا، بعده قرار عودة الخليجيين والسياح الخليجيين بالصيف ساري المفعول؟ طبعا وهذا كله كلام انه فارضين عدد من الشروط. طيب ما هي الشروط موجودة بين اللبنانيين بعضهم يعني وبالتالي ما الموضوع داخلي أنا بشوفه داخلي أكثر من ما في عقد خارجي. طبعا هلا في تمني خارجي إن كان من هون أو من هون، مش إنه من جهة واحدة. ما رح تكون ورقة الضغط بعودة السياح ورقة الضغط على تشكيل الحكومة؟ أكيد لا، لأنه اليوم نحن الكل عم بعول على هيدي الصيفية من خلال عودة السياح العربي. بس بالأخير نحن ما بنعول فقط على، ما بدنا نذكر أسامي دول، على منطقة معينة. نحن بالأخير عندنا طاقات اختراعية هلأ حتيجي على لبنان، إلى دور كبير حتيجي على لبنان، إن كان من البرازيل إن كان من أفريقيا للاستثمار بلبنان. هلأ ما فيك تحبي استثمار ولا صعب، خلينا ننسى شوي الاستثمار، خلينا نحكي بس اليوم نعمل هيدا النمو بدنا استثمارات فعلية تأمن فرص عمل. طبعا بس أنت المجرد ما الناس تبلش تجي تكتشف شو هو لبنان. نحن يعني نحن عنا علاقات كتير قوية مع شركات فرنسية وإنجليز، لما إجوا لهون تفاجأوا إنه الوضع وضع مهم جدا للاستثمار. بس المهم نعرف كيف نحد من عملية الفساد لنعرف كيف نقدر نشتغل. هو الفساد بس اللي عم يخوف المستثمرين الأجانب إنه يجي على لبنان؟ لا شك إنه أمنيا اليوم وضعنا كتير منيح. إن أنت عندك يا أمن يا الوضع الفساد أو ما يشبه الفساد اللي هو بيعيق عملية، مثلا عندنا البيروقراطية بالنسبة للدوائر، هذا الروتين كتير مهم. نحن هلأ طرحنا موضوع إنه وهلا عم نشتغل مثلا بالنسبه لمدينه بيروت، لانه بتعرفي الرخص اصعب شيء ببيروت، وكل المعاملات اللي ببيروت هي تمثل تقريبا ثلث لبنان. يعني اجتمعنا مع سعاده بعد تحمل بيروت عمران وابنيه. نحن ليك ما بدك تحكي بس عمران، هلا اذا بتحكي انت باي بلد بتضل العاصمه اساس وهدف المستثمر. طبعا لتشجعي برا اول شغله شو بدك تعمل مواصلات. نحن اليوم لتوصل من هون لجبال بدك ساعتين، طيب ليش ما بيتاخذ قرار بقى؟ وهيدا كل هالمشاريع خاصة البنى التحتية، أكان مترو أكان الأوتوستادات، هيدي تمول من البنوك الدولية، ما هيك بحاجة تمول. عشان هيك شو بقول أنا، بقول إنه إحنا اليوم متأملين بالخير. ليه؟ لأنه البنك الدولي مستعد يمول معنا ومستعد يراقب، بس منه مستعد يمول بدون مراقبة. في شروط حطتها واضحة بتم التزام فيها، بتم وضعها. إشراك القطاع الخاص نقطة أساسية، والمراقبة الفعلية اللي مش مثل قبل أبدا. هالمرة في عقوبات يمكن يكون أو في ما في عقوبات، ما أنت لحالك رايحة عن مهوار إذا بدونهم، يعني واقع يعني اقتصادي صعب، واقع اقتصادي صعب جدا. بعدين نحن عم ناخذ أمام قرارات متسرعة حتى على مستوى الدولة بتخوف الناس حتى اللي جوا. يعني انت اليوم باي بلد لما يكون في ازمه الدوله بتحاول تسهل الامور، اكان من ناحيه الضرائب، اكان من ناحيه المعاملات، اكان من ناحيه الديون. يعني اليوم نحن بنعرف بنشهد بالقطاع العقاري، بتعرفي طلع شويه كلام انه في شركات تنهار. نحن بلبنان الاعلام عم بيلعب دور كتير خطير،
ونتمنى انه شوي يسكر على بعض المواضيع ويسهلها. انا كنت على طول بتتهموا الاعلام. كان الرئيس الحريري امبارح قال ان الاعلام عم بتضخم الرصاص. اعطيك مثل بسيط، انا بالامارات كنت مع مضيع عام شيء كنت حبته، بيقول لي حرف بالحرف، قال لي بتعرف نحن شو الفرق بيننا وبينكم؟ قال لي نحن عندنا اذا قتل واحد بالامارات ممنوع ينحكى فيه الا مره واحده وعلى الارضيه. قال لي عندكم اذا واحد اكل كف تطلع على الارضيه والسماويه والفضائيه وكيف الكف انطلب، يعني الامور كمان بدها شويه رواق. ما نحن ما الاعلام مسؤول وقوه رابعه، واذا ما نحن شفناها لوين توصل. مثلا طلعت من يومين ثلاثه قضيه شركه او شركتين انضربوا بالقطاع العقاري، قامت العيامه القطاع في انهيار. شو القطاع الانهيار؟ عشان شركه او شركتين. نحن كجمعيه تجار البناء دغري دعينا لاجتماع وطلبنا مجتمع لما نبحث نحن وراء يمكن الازمات الخفيه او الاسباب الخفيه وراء اي شركه، ممكن نقول انه في خلل بهذا القطاع. في خلل مش بهذا القطاع، في خلل في منطقه بهذه الشركه مختلف عن الشركه الثانيه، وهذا اللي صار. يعني اذا بدنا ناخذ احد الشركات اللي طالعه حتى ما نحكي بالاسامي، شركة فيها أحد أخذ المصاري احتيل عنها، الشركة الثانية لا، الشركة الثانية ضربت لأنه كان في قرار خاطئ من قبل البنك المركزي بتوقيف عملية القروض السكنية خاصة لذوي الدخل المحدود. طب أنا كيف بوقف قرض لواحد ذو دخل محدود وبرضى بطلع قرار بإنشاء مؤسسات عقارية تتمكن أنه تشتري المتعسرين وتدفع فقط 40% وتدين 60% بفوائد مشجعة على 10 سنين؟ يعني أنا بشجع الكبير وخلي صغير. صحيح. هيدي أحد الأمور اللي أثرت جدا بالقطاع، ونحن عم نشتغل على الموضوع مع ساعة الحاكم وإن شاء الله حنوصل لنتيجة. من هل قدي نسبيا أثرت هيدا قرار موضوع الإسكان من. على القطاع كتير على قرار كتير 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 على أصلا قدي كان الإقبال لأنه على شراء الشقق الصغيرة في فترة كان الإقبال على الشقق الكبيرة لأصحاب رؤوس الأموال. هيدي كانت من قبل 3-4 سنين. نحن من 3 سنين ابتدعينا أو 4 سنين إنه بدأنا بتصغير كل الشقق. اليوم بدك تنسي قضية والله الخليجي أو اللبناني اللي معه. صحيح. اليوم السيولة كلها بالخليج العربي، اللبناني المقيم اللي دخله محدود نوعا ما تقريبا أو أكثر شوي، يعني فيك تحكي بها، ولكن كحجم استثمارات نزل، كحجم ونوعية وكبر الشقق كمان نزل، لأنه لازم بالأخير نعرف كيف نتكيف بالأوضاع اللي صار. اليوم بباريس أنت بتلاقيه رئيس شراك بيسكن ب 150 متر، وبالتالي بدنا نوصل ما نوصلها طبعا، يعني بس انه هيدي احد الامور اللي علينا. عشان هيك نحن طلبنا من الدوله عمليه تكيف، مثلا قانون التسويه الضرائبيه، التسهيل المعاملات. طيب هلا مثلا واحد احد التجار وقع بمشكله، ليه؟ مش لانه بده ياخذ المصريات. طيب بيوقفوا لك معامله، رخصه اشغال، كرمال باب او شباك، يا اخي ماشي، ما خلي الناس تمشي. ما اليوم الوضع منه منك بأحسن حالاتك، وبالتالي في أمور صغيرة بتوقف أمور كبيرة وبتوقف مدخول مهم جدا للدولة. طيب اليوم لما يكون القطاع العقارات يعني في هيدي الأمور، ولكن موضوع الأسعار قد ايه بعد اليوم الموظف اللبناني قادر انه يشتري قطاع بقطاع العقارات؟ يعني كمان لو في مصرف الاسكان او بغياب الاسكان في ازمه موجوده بظل ارتفاع الاسعار ولو كانت شقه صغيره. لحالك شغله، هذا موضوع في نحن عندنا نقطتين اساسيه. اول شيء الموظفين تعود بالدوله، اليوم اذا بتطلع بسلسله الراتب والرواتب صار بيقبضوا احسن من فرنسا بكل صراحه، وبالتالي صار بيقدر يشتري. عشان هذه احد الاسباب اللي وقفت القروض، لأن كلهم صاروا يقعدوا يطلبوا قروض سريعة. طبعاً القطاع الخاص ومن يعمل في القطاع الخاص من موظفين صعب عليها. عشان هيك نحن طرحنا عدة أمور، طرحنا إنه في عدة أراضي ببيروت وفي مناطق شعبية ما شعبية خلينا نسميها مناطق غير مستثمرة بالأكان بالاستثمار العام، يعني كبنى يعني فيها طابقين ثلاثة فينا نعمل فيها 10-12 وفينا نحسن هالقطاع كله كمنطقة كرم الزيتون أو كمنطقة زرق البلاط أو منطقة الحرش، وبالتالي في مشاريع من الممكن القيام بها ونساعد على تحسين وإنشاء مساكن لذوي الدخل المحدود.
نحن تعرف كمان طرحنا موضوع تاني، لانه انت اليوم ما فيك اللي بساكن بالمدينه يقبض 200 الف يكون الحد، ما بيقدر يشتري ب 200 الف، ما في شيء بضات لبنان. عشان هيك بتلاقي مثلا مؤسسه عامه للاسكان انه الحد 200 الف، طب هذا ولا واحد ببيوت بيقدر ياخذه. نحن بدنا نعدل هالموضوع خاصه لما يسكن في المدن، حتى ما نقول بيوت بيروت والمحيط. طيب موضوع تاني بدي احكي فيه، موضوع النفايات. يعني من فتره كنت ضيفه وحكينا، كنت حامل مشروع لحل ازمه النفايات، كانت بعدها نفايات بالشوارع بتحويل النفايات بصفر. صح صح. صفر عوادم وما في شيء. اليوم عم تخبرني انه بلشتوا بتنفيذ هذا المشروع اللي راح يكون جزء يعني حل من حلول ببعض المناطق اللبنانيه، خبرنا. لا شك نحن حكينا من سنتين بس خلال سنتين نفذنا من مالنا الخاص، وعملنا نموذج يحتذى فيه في لبنان والشرق الاوسط، واجانا حتى خبراء، جانا خبراء من أمريكا، إجا خبراء من هولندا، وتفاجأوا أن يكون هنالك نوع من هالتقنية المعمولة، وهي لا فيها دخول ولا فيها عوادم وبتنتج كهرباء. وإذا بتطلع بالمعمل كأنك فيتي على معمل بطلع أدوية، مش موضوع لا ريح ولا شيء. وكله مغطى وكله مبين وكله معمول سيستم، وهو حيطلع نحن خلال اسبوع 15 يوم حيطلع على اي منطقه؟ بمنطقه بلاط محيط جبال تقريبا. كم بلده بيشمل؟ يعني نحن فينا نوصل القدره الاستيعابيه، الاستيعاب بحدود 300 طن، يعني تقريبا بيروت الا شوي. يعني فينا ببيروت نلاقي هيك حل نعمل مثله. الحل ببيروت سهل، اسهل ممكن نشئه باي منطقه، حتى بين البيوت، حتى بالمنطقه المحطوط فيها هلا معمل الفز ببيروت واللي هو لا شك فيه مشكله كبيره. طيب وفينا نستفيد منه بانتاج الطاقه الكهربائيه؟ أكيد. كمان هيدا من ضمن المشروع اللي عم بلشته؟ طبعا. قد ايه بينتج طاقه؟ نحن حسب الطناج يعني، كل عندك حوالي كل 200 طن بينجو بين 54 ميجا، كميه ما بيستهين فيها، وخاصه انه نحن ما بنحرق. يعني قضيه الحرق وقضيه المحارق هذه كارثه. هلا طبعا صارت الجدليه نحن خلال سنتين مع المسؤولين انه اوروبا كلها محارق، نحن بنقول لهم اوروبا كلها محارق بس ما في فساد باوروبا. لا ما بس هيك، اوروبا من 10 سنين كان في 100% محارق، بعد 7 سنين صاروا 70%. اليوم عم نلاقي حلول طبعا، اليوم 50% البدائل موجوده، موجوده بكثره، مش نحن، ولكن نحن احد اهم الحلول اللي ستكون فعلا جرين كانتري بلبنان ان شاء الله. ومشروع مربح؟ لكن اكيد منه خسر ما يعني هيدا بس لاقول انا انه زباله فيها تكون ثروه للبنان، ما تكون ليس اللي اشتغلوا بلبنان أزل. اللي اشتغلوا بلبنان بزباله وين صاروا؟ صحيح، تحت صحيح. الارض ولا فوق الارض؟ صحيح، هيدا بس اكبر دليل انه اذا بدنا نلاقي حلول، الحلول موجوده لا شك. وفينا يعني الازمه عمرها 3-4 سنين، كنا هلا عملنا اهم معامل كنا خلصنا من ازمه النفايات، صرنا احلى من دول اوروبيه. نحن بخلال سنه قادرين نعمل معمل حتى لمدينه بيروت كلها، بكل المناطق بسنه واحده. ما النفايات بتكون مفروزه او كمان فرز داخل المعمل؟ كمان فرز كله داخل. دقاء ازد كله وصولا الى انتاج الكهرباء وبيعها والاستفاده يعني. يعطيك ألف عافية على هذا المشروع أستاذ أحمد ممتاز، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله كمان نلاقي تشجيع لك بتكرير هذه التجربة بمناطق أخرى. يعني مؤخرا شفنا مسؤولين واعيين أكثر وحابين يسمعوا وحابين يشوفوا، يمكن معهم حق، لأنه قبل كنا نحكي بشيء موجود بفيينا بأمريكا بكذا، وهلا يمكن صار في رأي عامي حاسب أكثر من قبل. تماما، وصار المعمل ببيروت بلبنان. أمين عام تجارة ومنشئ الأبنية في لبنان ونائب رئيس الندوة الاقتصادية أستاذ أحمد ممتاز، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية. نحن فاصل قصير ونعود للمتابعة. عودة
العودة لمتابعة برنامج لبنان اليوم مع ضيفي المحامي والأستاذ الجامعي الأستاذ ربيع قيس. أهلا وسهلا فيك أستاذ ربيع. يعني اليوم الأجواء التي تواكب تشكيل الحكومة بعد ما كنا شوي هيك بلشت تتراجع أجواء التفاؤلية امبارح بعد كلام الرئيس الحريري، وكأنه في أجواء تفاؤلية في اتفاق الأهم على تعويم التسوية الرئاسية اللي كانت تحكى أنه بلشت تتخلخل. لا طبعا، زيارة امبارح الرئيس المكلف الرئيس حريري رئيس الجمهورية والاجتماع معه لفترة ساعة ونص بعثت بالأمل من جديد يعني لكل المتابعين، وبالتالي يمكن صرنا بالمربع الأخير لبعض العقد الأخيرة لحلحلتها. بعد هي زيتها حسب ما عم نعرف الثلاثة المعروفة، العقدة القوة والعقدة الدرزية والمعارضة السنية، وهذا ما فيش تغير فيه. هلا بعتقد العقدة الأساسية هي عند القوات، يعني حجم تمثيل القوات. بعتقد العقدة السنية ممكن يلتقي لحال والعقدة الدرزية واضح، والعقدة الدرزية كمان يعني سلموا الجميع يعني بأحقية النائب وليد جملات بالتمثيل الدرزي الكامل، انما بالنسبه للامير طلال ممكن يلاقوا له حل من خلال تسويه معينه بتصير يعني او توزير حدا من قبله بهذا الاطار، وبالتالي هذا الموضوع يعني بيحفظه يعني ماء الوجه للحزب الديمقراطي اللبناني. وبهذا الاطار يعني بعتقد بعض يعني الخبريه العقد الاساسيه هي الاصعب اذا بدنا نقول بالموضوع تمثيل للقوات اللبنانيه، خاصه لانه ترافقت بالفترات الاخيره بتصعيد كلامي كثير كبير ونوع من التحدي على احجام الاوزان وعدد الناخبين اللي صوتوا للقوات وعدد الناخبين اللي صوتوا للتيار الوطني الحر، اللي هن حسب الاحصاءات عم بيكون كثير متقربين عدد كعدد ناخبين للفريقين، وبالتالي لانه بالاساس حط معايير معينه انه يعني الاقوى بطائفته وبالتالي الاكثر رجاب نسبة أصوات وإلى آخره بتعكس هذا الشيء على الحكومة، كرمال هذا الشيء هذا صار الموضوع. بالتالي أنا بس أخرت نهار بتقديري الحكم الصحيح هو لازم يكون مثل كل دول العالم، هو حكم معارضة وموالاة وأكترية وأقلية بهذا الإطار. فهذه البدعة موضوع الحكومات الوحدة الوطنية اللي بلشت من بعد اتفاق الطائف لليوم، بوقتها كنا طالعين من حرب وعلى أساس أول حكومة أو أول حكومتين ممكن يكون عندنا حكومات وحدة وطنية، لأنه بنكون مرئين بظروف استثنائية، وبالتالي أهمية مشاركة الجميع لاتخاذ القرار المناسب بوقتها. إنما أنه بعد 30 سنة من اتفاق الطائف بعدنا عم نحكي بنفس المنطقة، خصوصا انه الحكومات كل هاي التجارب ما كانت تجارب ناجحة من 2005 لليوم 100%. وبالتالي انه اليوم يعني الحكومة هي بشكل عام رح يكون نوع من برلمان مصغر يعني انه وهذا بأثر على غياب دور التشريع، دور الرقابة لمجلس النواب، موضوع المحاسبة والرقابة لمجلس النواب. بالتالي هيدا يعني بآخرة المطاف مفترض نطلع من موضوع حكومات الوحدة الوطنية لنكون حكومات نتعود على المعارضة الحقيقية، نتعود على المعارضة الشرسة، صحية المعارضة، معارضة منا شيء سيء، المعارضة شيء صحي بالحكم بالبلد، وبالتالي يكون عندنا فريق حاكم ربح بالانتخابات وفريق معارض. باختصار يعني هذا الشيء لازم يصير، خاصة أنه نحن عم نتفق قبل مين ربح ومين خسر؟ ما اختلفنا، بس انت اليوم مثل ما اي دول العالم في ائتلاف حكومه من ثلاث احزاب، حزبين ثلاثه اللي هن بيمثلوا اكثريه بمجلس النواب، بيقدروا بشكل الحكومه على اساسها بياخذوا الثقه بمجلس النواب، بيكون عندهم الثقه بمجلس النواب. بس اذا اليوم من 128 نائب في عندنا حوالي 110 او 120 نائب ممثلين بالحكومه، انه ما بعود اكثريه واقليه بهذا الاطار يعني. فمن هذا المنطق بعتقد صار وقت نطلع من حكومات الوحدة الوطنية لنعمل تجربة جديدة، خلينا نجرب حكومة أكترية وأقلية. ما راح تخرب البلد إذا فريق كان برات الحكم لفترة معينة يعني ما راح يصير شيء يعني بهذا الموضوع يعني. صحيح. طيب اليوم لما حكى الرئيس الحريري عن استمرار مفاعيل التسوية الرئاسية بالفترة الأخيرة، شفنا نوع من تباين وتجاذب بين الرئيس الحريري، آخر موضوع اللي صار بموضوع أولا صلاحيات، نحكى عن تنازع صلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، ملف النازحين اللي صار قبل بموضوع قرارات وزير الخارجية جبران باسيل اللي كان رفضها الرئيس المكلف. يعني هيدي التسوية بعدها هل قد صامدة؟ يعني أنا بتقديري ما في شيء بالعلم الدستوري اسمه تسوية.
يعني هذا اختراع سياسي لبناني بالعلم اللبناني. موضوع التسوية أنا بعتقد بالدستور اللبناني واضح شو هي صلاحيات رئيس الحكومة وشو هي صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي كمان حسب الدستور السلطات لازم تتعاون مع بعضها وتنسق مع بعضها لما فيها خير البلاد بهذا الإطار. فرئيس الحكومة هون بنرجع على الفكرة اللي كنت عم تحكيها اللي نحن اليوم نسميها ديمقراطية توافقية، يعني اليوم لو كان من صلاحية رئيس الحكومة تشكيل هيدي الحكومة بحال ما رجوا كل الأطراف ما عم نشوف في حكومة، وهذا الشيء غلط. يعني اليوم لأنه نحن ما طلعنا بعد من فكرة الديمقراطية الحقيقية اللي هي بتقوم على حكم الأكترية ومعارضة الأقلية، وبكره بانتخابات غيرها ممكن الاقليه تصير هي الاكثريه، بالتالي انه هذا الكل يكونوا ممثلين. بالتالي انه اليوم في احد المقالات عم قريتها مش من زمان انه اليوم انه طيب ليش عملنا انتخابات، انه شو السبب اللي عملنا في انتخابات اذا الكل بده يبقى هو ذاته؟ صحيح. انه شو اختلفت الحكومه الحاليه اللي عم بتشكل او عم يظهر للاعلام ملامحها عن الحكومه الحاليه، يعني الحكومه الجايه عن الحكومه الحاليه؟ صحيح. ماشي. شو راح تختلف يعني؟ وزير بالناقص او تبديل بالحقائق. يعني بالتالي ليش عملنا انتخابات؟ لشو استنينا 9 سنين لعملنا انتخابات؟ بس اليوم هيدي الحكومه يمكن اهميتها اولا رئيس الجمهوريه بيعتبر انه هيدي اول حكومه له فعليه بعد العهد بعد الانتخابات النيابيه. لا. وثانيا وهيك رئيس الجمهوريه بيعتبر، وثانيا عندنا مؤتمر صدر وعندنا المليارات اللي ناطرين. العهد صار له 2 سنين مش صار له 2 شهر، العهد صار له 2 سنين، يعني تقريبا بلشنا نصير بنص العهد. صحيح. ولكن هو قال الفعل العمل الفعلي والانتاج الحقيقي بلش بعد الانتخابات النيابيه. يعني فاين، بس يعني اللي بنفهمه يعني بهالحاله انه هاوس 2 المرق للكاب، يعني ما في كان انتاج، ما في، لا انه في، لا ما بعتقد هيك المقصود بالضبط. يعني انما بيعول انه بعد الانتخابات تصير في ديناميه جديده بالبلد. صحيح. وعلى اساسها تكون في حكومه تخلق ديناميه او يعني اليه عمل سريعه لانجاز، ويمكن هذه الحكومه تستمر لاخر العهد. ايه في احتمال، كثير احتمال انه تستمر. طب قد ايه هيدي التحديات اليوم عم تخلي يكون في هيدي الشهيه انه الكل يكون موجود بهيدي الحكومه وبحصص وازنه؟ لا طبعا، بس ما هو لانه المعايير الغلط اللي انحطت بالاساس انه اليوم الانتخابات هي بتعكس الاحجام والاوزان، وهي بنفس الوقت بتعكس على تشكيله الحكومه. بالتالي انه اذا هذا المعيار هو المعيار غلط، يعني لانه كان في معايير بالاساس غلط عم تستعمل غب الطلب، بالتالي وصلنا لهالمرحلة. إنما هو بالأساس لا، أنه عملية التشكيل والتأليف هي بتخضع لمشاورات معينة، وعلى أساس الفريق يلي بيقتنع بهال يعني، أو إذا بدك قبل حتى المشاورات رئيس الحكومة لازم يحط أهداف معينة. ولما نعمل 1 2 3 والأفريقاء اللي بيوافقوا على هالواحد 2 3 الأهداف اللي طرحها، بالتالي هن بيفوتوا معه بالتركيبة الحكومية، وبالتالي بتصير في عملية التشكيل والتأليف بالاتفاق ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهذا الإطار. إنما لا، مش هيك الأمور عم تخضع. الأمور عم تخضع أنه أوكي نحن بغض النظر عن أهداف أو استراتيجية اللي هي مفقودة وغايبة كليا، ما في عندنا اليوم، ما في عندنا بأي وزارة من هالوزارات، مش عم بحكي على صعيد حكومي عام، لازم كمان يكون على صعيد حكومي عام، في استراتيجية عامة. صحيح. كيف أو البلد رؤية واضحة لكيف البلد ما نمشي فيها. طب شو ما من هون لسنة 2 3 شو ما ننجز؟ شو حاطين أهداف أنه ننجز 1 2 3؟ شو هن المشاريع الأولين اللي بتنجزها الحكومة لتطوير العمل بالبلد، تطوير الاقتصاد؟ في عدد كبير من القوانين لازم تقر، لازم تنجزها الحكومة وتبعتها مجلس النواب، مجلس النواب لازم يتفعل دوره لتكر هالقوانين لأنه بتساعد بتطوير الحياة الاقتصادية والعمل الاقتصادي بالدورة الاقتصادية بلبنان. في دراسة جدية أنه محطوطة مع تايم فريم معين أنه شو رح ننجز كل 6 أشهر مثلا؟ في ماكنزي عطينا يعملنا دراسة. وين شفت قراتيها للدراسة؟ بعدها قيد التحضير. قديش بده كم سنة بعد؟ يعني عد المليونات اللي اندفعت. يعني انه عن جد انه هي الفكره انه نحن اليوم ببلد تحت دين قريب صرنا 90 مليار. صحيح. وفي المصارف او المعنيين بالشان الاقتصادي بالبلد عم بدقوا ناقوس الخطر، وعرفنا يعني شفنا شو صار بغير دول قريبه وبعيده، كانوا بالقبرص او باليونان او بغيرها.
بالتالي انه اليوم الاولويه عند المواطن اللبناني مش انه مين وضع المعيشه اكيد مش راح يجيب مين راح يجيب هالوزاره او ما راح يجي هالوزاره لانه ما تغير لانه اللي كان راح يبقى شويه تغييرات كوزماتكس معينه ما راح تفرق بهالخبريه اللي بهمه انه الوضع الاقتصادي والمعيشه ولقمته. طيب قد ايه اليوم التعويل انه مؤتمر صادر بظل فيه هالقد شروط وفي رقابه دوليه على لبنان بتنفيذ الاصلاحات والاستثمارات بالمكان الصحيح، في امل انه هالمره بلشنا نوعا ما شوي شوي نمشي على الطريق الصحيح؟ مؤتمر صادر ممكن يكون فرصه للبنان، بس فرصه للبنان بشرط انه المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع بالفعل انه ما يفتحوا جيابهم. هاي ببساطه هيك الدول الاوروبيه ما يكون في هدر. مطلوب يعني مطلوب اكبر قدر ممكن من الشفافيه، وهو حسب اليه مؤتمر صادر انه التمويل ما بيمرق على عبر الحكومه اللبنانيه، التمويل هو مباشره للمشاريع لتنفيذ المشاريع، وبالتالي لانه هيدا اشاره سلبيه من المجتمع الدولي حتى بما يتعلق حاليا اللي عم نحكي عن موضوع النازحين وغيره. عندك خبر انه المنظمات او المجتمع الدولي ما بيمول يعني ما بيعطي مصاري للحكومه اللبنانيه اللي هي بدوره تقوم بمساعده اللاجئين؟ ليه؟ لانه ما عندهم ثقه بالحكومه اللبنانيه. كل التمويل عم بيكون من خلال منظمات الامم المتحده او المنظمات الدوليه لانه ما في معايير شفافيه معينه مطلوبه للبنان. نحن باخر دراسات انه نحن بالمرتبه 130 بالعالم بموضوع الشفافيه والفساد، انه منا شيء بنفتخر فيه، وبالعكس نحن كلبنانيه بس نطلع على كل الدول العالم نحن عم نبدع وعم ننجز وعم نكون رواد بهيدي الدول. ما بينقصنا شيء نعمل هيدا هيك شيء بلبنان بهذا الموضوع، انما مطلوب قرار سياسي بالاخير بالاول وبالاخير هو القرار السياسي. اليوم الرئيس الجمهورية مصر على هذا الموضوع، رئيس الحكومة، كل الكتل النيابية اليوم رفع كانت هيدا الشعار قبل الانتخابات وحتى اليوم بعد الانتخابات موضوع الفساد. يعني كلهم عم يعتمدوا هيدا الشعار، بس نحن بهمنا كيف بيقرشوه بأرض الواقع. وين دور الهيئات الرقابية، مؤسسات الرقابية؟ ما في. ليه غايبة؟ من يعطل دورة؟ ما في. يعني اليوم مثلا أعطيك مثل بسيط، يعني ديوان المحاسبة هو مفترض يراقب عمل إدارات الحكومية، صحيح، بس هو ديوان المحاسبة لازم يكون سلطة مستقلة. بالوقت هلأ اليوم ديوان المحاسبة هو سلطة، هو إدارة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. تفتيش المركزي هو دوره يراقب الإدارات عامة. بإحدى الجلسات مع يعني رئيس تفتيش المركزي طبعا أنه إذا بده يفتش مزبوط، يعني أنه طيب بموضوع كده عم نحكي بموضوع معين، طب إذا بده يبعث مفتشين ما بيكون في عنده إكيب عمل؟ ما في إنه إذا بدك تبعث مفتش لهون ولهون ولهون عنده عدد محدود 2-3-4 اللي هن ما بيقدروا يغطوا كل الدوائر، كل الشكاوى أو كل هيدا مقصود الإدارات. هيدا مقصود بالإدارات يضل في هيدا الغياب؟ لا ما بعرف إذا مقصود ولا مش مقصود، بس هو أهمية لفت النظر لهيدا الموضوع، لا أهمية يعني تطوير عمل هيئة الرقابة. في مجالس إدارة كتيرة خالصة مدتها وبدأ إعادة تعيين عن جديد. نرجع لدوامة المحاصصة وأهم على الإطلاق وكل الدراسات، وبكرة لو مني ما بعرف شو عم بيعملوا ماكنزي بس راح يقولوا نفس الشيء لأنه كل الدراسات عم بتقول نفس الشيء. موضوع الكهرباء أكبر هدر بمؤسسة الكهرباء، موضوع الكهرباء أنه طيب معقولة نحن بلد كل سنة علينا كسر كهرباء بين المليار ونصف المليارين دولار، ثلث الموازنة عجز ثلثة من كهرباء. يعني اليوم في عنا دين عام 90 مليار، في بالقليل 30 مليار، وقلنا سنة بنحكي إذا منجيب بواخر أو لا، بس سنة ما عملنا شيء فيها إلا إذا منجيب البواخر أو لا. لا ما آخر شيء رجعوا جابوها للبواخر. أخذت القصة سنة وجابوها. يعني اليوم دير عمار لو نفذوا للمشروع كان هلا عنا يعني صار عنا تقريبا حاجتنا. أكيد اختلفنا على 50 مليون دولار أنه إذا هيدي بتزبط ولا التفقه بتزبط ولا من لازم منشيلها لازم نخليها كيف موجوده بدفتر الشروط مش موجوده بدفتر الشروط.
طب بهالخمس سنين ما دفعنا اكثر من 50 مليون؟ طب انه الشعب اللبناني خلص ما عاد بفكر، افكر انه منا شيء، خلصنا من النقاش بغير محله. طيب اليوم هيدا الشعب اللبناني كان عنده فرصة محاسبة بالانتخابات النيابية، اجت نتائج الانتخابات كنا بعدنا عم نحكي ما بتختلف كتير عن نتائج الانتخابات بالمجلس النيابي السابق، وبالتالي الحكومة رح تشبه الحكومات السابقة، يعني بالتالي وكأنه عم نقول المواطن بعده بنفس الدوامة وبنفس الخيارات. اوكي، بالعادة المجتمعات والشعوب مش كتير يعني بمحل معين سهل تنقليها من تفكير معين لتفكير آخر، يعني بدأ الأمور وقت لتستوي. إنما في إشارات كانت كتير إيجابية بهيدا الإطار، يعني أنه اليوم منظمات المجتمع المدني كلنا وطني والمنظمات الأخرى حققت أرقام أنا برأيي بينبنى عليها، وكمان بنفس الوقت إشارة للأحزاب السياسية المعنية الأساسية بالبلد أنه في مواطنين، في ناس مش مبسوطين من هذا الأداء. وبالتالي أنه اليوم الأرقام اللي أخذوها كلنا وطني ببيروت الأولى والتانية وبجبل لبنان أرقام منيحة مش أرقام عاطلة، وأنه كنا بنتأمل أنه يكون أكثر بكثير، بس أنه أرقام منيحة. وهيدا هون لازم الأحزاب السياسية تقرأ هيدا الرسالة الأساسية من مواطنين أنه كيف لازم يتصرف ويتحرك، وبعتقد في بعض الأحزاب فهمت الرسالة بهذا الإطار. فاليوم مطلوب مثل ما كانوا الكل عم يحكوا أنه موضوع محاربة الفساد، موضوع الشفافية بالتعاطي، واليوم كل اللبنانية معولين، يعني اليوم بخطابه الأساسي قبل الانتخابات حزب الله على لسان الأمين العام أنه حكى أنه هو برنامجه الأساسي محاربة الفساد. صحيح، ما هي؟ رح يكون في مشاركة فاعلة كمان بهذا الإطار، وعلى أساس هذا الموضوع طلب المشاركة الفاعلة. صحيح. طب نحن كلبنانيين منتظرين كيف بده يكون محاربة الفساد؟ كيف بأي آلية بده يكون محاربة الفساد بهذا الموضوع؟ ما في ولا دائرة من دوائر الدولة بتفوت عليها غير ما بتحط ايدك على جيبتك بدك ناولي فلان وفلان وفلان لتمشي معاملتك، والا ما بتمشي. كانت الحجه قبل المعاشات الواطي، اليوم صار في سلسله للموظفين ومفروض صار في عدد. اليوم المعاشات بالقطاع العام اعلى من المعاشات بالقطاع الخاص. صحيح. هلا اليوم يمكن القطاع الخاص يطالبوا بالزوده مش القطاع العام، ورغم انه القطاع العام دواماتهم اقل بكثير من القطاع الخاص، القطاع العام عندهم استمراريه، يعني ما بخافوا انه يعني بمحل معين توقف وظيفتهم مثل القطاع الخاص، وبلاس عندهم كمان تعويضات نهايه خدمه ومعاش تقاعد والى اخره اللي مش موجوده بالقطاع الخاص. يعني ما عاد في حجه لكل العاملين بالقطاع العام انه ما في. ما بنرجع لمشكله التوظيف اللي عم بيصير، على اي اساس بيتم التوظيف لما كل موظف مدعوم من حزب ومن فريق سياسي؟ هو بيصير الفساد، توظيف عشوائي، غياب الكفاءة بالتوظيف، وبنفس الوقت هلأ كمان حالياً إذا بدك بالكادر، يعني خلينا نقول إنه بالكادر الوظيفي بأغلبية الوزارات في نقص. صحيح، في بعض الإدارات في نقص، في نقص بهذا الإطار. فهون كمان يعني كله برجع على قصة استراتيجية، الرؤية، كيف عم تندار الدولة، شو لازم نعمل، شو لازم نحقق. هاي هي الفكرة بالأساس، هذا كله غايب مش موجود. صحيح، ما في رؤية واضحة. طيب اليوم قدي بزل عم تحكي أنه حزب الله اليوم قرر محاربة الفساد، كل الأطراف عم قالت أنه هلأ نحن أصبحنا بمرحلة جديدة، وفي رأي عم بحاسب، وفي مؤسسات دولية وجهات دولية بدها تراقب موضوع الإصلاحات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. فينا نقول يعني نعطي بصيص أمل أنه المرحلة المقبلة ممكن أنه نكون نحن قادمين على فعلا وضع مداميك بناء الدولة؟ لك آخر النهار ما فينا غير ما نضلنا نتأمل، يعني ما فينا نقول انه يعني نيأس ونقعد على جنب ونقول انه لا ما عادش فينا نعمل شيء، مع انه حكى رئيس الجمهوريه عن الشعب اليائس انه كيف بدنا نكفي وفي عندنا شعب يائس. لا، ما بعتقد الشعب اللبناني يائس، لو الشعب اللبناني يائس كان يمكن فلينا من زمان، لانه في كتير دول
بدها بيأسوا بس فقدوا الأمل إنه نوصل على دولة حقيقية، دولة فعلية، دولة فيها احترام حقيقي للمواطن. صح مزبوط، وهون يعني أهمية إنه نضلنا كمنظمات مجتمع مدني واعين ونضلنا نطالب بالأمور اللي لازم نطالب فيها، بنفس الوقت أهمية إنه المسؤول إنه ينزل شوي عن عرشه وشوف إنه هذا المواطن إنه بحاجة للفتة معينة بهذا الإطار. وزيادة عن هذا الموضوع يعني على الرغم من تعقيدات كان القانون الانتخابي ورسمه بطريقة معينة لتحافظ على مواقع معينة، إنما في منفذ معين للمواطن يحاسب من خلال الصوت التفضيلي، وبالتالي إنه هالمرة صارت بهيك طريقة مرة جاي ممكن يصير أكثر محاسبة بهذا. هون العبرة اليوم لما تحكي عن المجتمع المدني، قديه بهالأربع سنين المجتمع المدني قادر على الاستمرار، قادر إنه كمان يحاسب ويقول بكرة للمسؤولين بكل ملف إنه أنتوا غلطتوا أو خلاص الانتخابات خلصت وبالتالي نرجع نشوف هيدا. لا هو إذا بدك المجتمع المدني، إذا بدك هي حركة تصاعدية. لأنه اليوم الأهم هو بعد الانتخابات استمرارية العمل. حركة تصاعدية هي الموضوع للعالم تصير يعني بمحل معين تعرف أهمية عمل ودور منظمات المجتمع المدني بهذا الموضوع. أنا بذكر بس شغلة بسيطة، سنة 96 تقدم طلب للداخلية بتأسيس جمعية معينة لمراقبة الانتخابات ومراقبة عمل الحكومة والى آخره. بوقتها الوزير وقتها صار يعيط ويكرفت ومين هول بدهم يجوا يراقبوا لي عملي ومين أنا وكذا الى آخره. يعني هذا الشخص اللي كان هو على رأس هيدي المجموعة أو جزء أساسي من هيدي المجموعة بعد 10 سنين عمل وزير داخلية. عرفتي كيف؟ فبالتالي هذا عم بقول لك إنه الموضوع هو موضوع تصاعدي مش موضوع لورا، وبالتالي لا منظمات المجتمع المدني يعني شفنا بقابل من سنتين بـ2016 كيف نزلوا على أكثر من 50,000 شخص نزلوا على ساحة الشهداء وحكوا بموضوع النفايات اللي هلا هيئتها رح ترجع عن جديد بدا يعني تنطلق هذا الموضوع. نشوف تحركات جديدة. يعني تخيلي بلد نحن اليوم رغم كل يعني وين ما تشوفي بتلاقي فيه مشاكل، يعني ما في محل غير وين ما تحط ايدك بتلاقي فيه مشكل بدك تحليه. يعني صحيح. ما في محل تقول انه هيدا بيرفكت. الحمد لله. يعني كهرباء، مي، هلا النفايات. تخيل انه انت كل يوم اذا نحن بنحكي بالسياحه والحمد لله ناشونال جيوغرافيك حطت لبنان من اول 10 دول بالعالم للسياحه، انه شيء منيح انه بعد في مؤسسات دوليه بتامن بلبنان. بس تخيل هيدا السياحي الجاي على بيروت اذا بده يفوت من هالميله بيلاقي مطمر الكوستا برافا ومن هالميله مزارع البقر ورويح مزارع البقر. يعني هيدا اول ما يوصل على لبنان، اول ما يوصل على لبنان بده ما بيصير يعني انه على جنب البحر بتحطوا مطمر. زيادة عن موضوع الليطاني وتلويس الليطاني، زيادة اللي عم نشوفها بالكبوبة يعني البقر النافق، يعني المواشي النافقة اللي عم بيلاقوها على شط جبيل وشط البترون اللي سمعنا الأخبار عنها. طب ما بيصير يعني وين هذا على يعني على سيرة السكتشات، انه وين هي الدولة؟ وين انه ما بيصير يعني انه الأمور ماشي هيك. صحيح. واخر النهار بيكون مثلا واحد مارق بالسياره مش حاطط السيت بيلت بفقعوا زب بحلوه على المحاكمه، والانسان يلي عامل المشاكل كل هالمشاكل مش قاشعين فيها. لا طبعا هيدا غلط ولازم واحد ياخذ زبط عليها، بس لازم يشوفوا غير اشياء. صحيح، يكون في محاسبه لكل المجالات. اليوم هيدي الحكومه قد ايه ممكن تكون خشبه الخلاص؟ نحن يعني كلبنانيين دائما عندنا امل انه عن كل استحقاق بنقول بلكي هذا الاستحقاق الجاي او هالحكومه الجايه او هالمجلس الجديد بيكون بيحمل بطياته بشائر امل لحياه افضل لللبنانيين. وبالتالي طبيعه الحال نحن متاملين مع فخامه الرئيس انه يكون هيدي حكومه منتجه لعهد منتج. بطبيعه ما رح تكون شبيهه بالكنا عم نحكي قبل بالحكومات السابقه، وهيدا التنازع يكون على طاوله مجلس الوزراء. هلا هو واضح انه رح يكون شبيهه، بس نحن بنتامل انه يكون شبيهه يمكن بالشكل بس بالمضمون يكون فعاله اكثر بهذا 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 الاطار. انه بالشكل اكيد رح يكون شبيهه بس بالمضمون نتامل انه يكون عندها فعاليه وانتاجيه اكبر
لانه البلد والناس بحاجه لهيدا الاطار، وفي ملفات ضخمه بهذا الموضوع. يعني على امل انه وتيره تشكيل الحكومه، تشكيل وتاليف الحكومه من بعد اعطاء الثقه يعني تسرع وتنجز بسرعه، لانه بعتقد هلا نحن صرنا قريب شهر تموز والسياب عطله، لنفوت على شهر ايلول نكون بمحل معين انه انطلاق العمل الحكومي. بدنا قبل موعدين بصيفيه واعده وسياحه مزدهره. لا هلا هو يعني هيدا عمل الادارات هو عمل مستمر، وبالتالي ما في توقف يعني بهيدا 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 الاطار. يعني انما يعني مفترض نسرع بالإنجاز، لكون لأنه في عدة زيارات دولية، في عدة ملفات، مؤتمرات صدر وغيره مرتبط بتشكيل الحكومة. صحيح. ولازم نسرع بهذا الإطار. نعم إن شاء الله نلاقي هذه الأجواء التفاؤلية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ربيع قيس، شكرا لوجودك معنا على أمل لقاءات أخرى. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. شكرا.